الحديث يترى في شأن هذا اليوم العظيم يوم عرفة وهذه الأيام أيضا. قال عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون. الناس يسألون عن هذا النص، هل هو ثابت عنه عليه الصلاة والسلام؟ وماذا يقال في هذا اليوم العظيم؟ هو بالنسبة لهذا النص هو مرسل، جاء عند الإمام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ وجاء عن غيره، والصواب في هذا الحديث الإرسال ولا يصح موصولا. ولكن نقول إن هذا أيضا هو أثبت ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن بالنسبة للدعاء الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، نقول الدعاء عليه أن يدعو بما استطاع في هذا من الدعاء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان في عرفة أو غيرها. يوم عرفة من جهة الأعمال وهي من أيام العشر، ما هو الفاضل في ذلك من جهة الذكر والعمل الصالح؟ نقول بالنسبة لعرفة، نقول لا يخلو المتلبس بالعبادة من حالين: الحالة الأولى أن يكون من الحجاج وهو في يوم عرفة، الحالة الثانية أن يكون ليس من الحجاج ولكنه في بلده. ثمت أعمال تتعلق بيوم عرفة للحاج، وثمت أعمال تتعلق بيوم عرفة لغير الحاج. بالنسبة لغير الحاج، يتفق العلماء على أن المستحب له والمتأكد في حقه هو صيام يوم عرفة، وذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أن صيام يوم عرفة يكفر سنتين، سنة الماضية وسنة الباقية، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ومنه على عباده. وأما بالنسبة للحاج، الحاج في هذا نقول إن يوم عرفة الله سبحانه وتعالى يباهي ملائكته وأيضا يغفر لعباده سبحانه وتعالى، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كما ولدته أمه. هذا في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما. إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن الحج الذي يكون بلا آثام والحج عرفة، فإن الله عز وجل لا يمحو سنتين وهي ثواب الصيام، وإنما يمحو العمر كله. على هذا نقول إن الإنسان إذا كان في يوم عرفة يعلم أن صيامه إذا صام يوم عرفة أنه يشق عليه القيام بالدعاء وطلب المغفرة والذكر لشدة الحر أو للتعب أو غير ذلك، فإنه لا يستحب له أن يصوم يوم عرفة في عرفة. لماذا؟ لأن يوم عرفة يكفر العمر كله، والصيام يكفر لعامين: عام ماض وعام باق. فلا ينبغي ولا يستحب له أن يصوم أو يأتي بعبادة تكفر عامين ويتعطل تكفير عبادة للعمر كله. وأما حال الإنسان، كان يكون الإنسان يقول: إني أجد راحة وأجد قوة وشدة ولا يوجد حر أيضا، أو ربما أكون في مكان مثلا مريح، فهل يستحب لي أن أصوم ولا أتعطل عن العمل؟ نقول يستحب لك أن تصوم. وهذا ثبت عن عائشة عليه رضوان الله في صحيح البخاري من حديث القاسم عن عائشة عليه رضوان الله أنها كانت تصوم يوم عرفة بعرفة. وهذا نقول في الأحوال التي لا يكون فيها شدة ويستطيع الإنسان أن يقوم بنفسه وأن يأتي أيضا بالعبادة، فنقول في ذلك هو الأفضل، وهي من الأعمال الصالحة ومن الطاعات العظيمة التي يفعلها الإنسان حاج أو غير حاج.